أعزائي المشاهدين، معنا تقرير مهم جدا. خلال الاحتفال بيوم الطبيب المصري، وقعت هيئة الرعاية الصحية وشركة تأكيد الأدوية مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية لدعم النظام الصحي لمرضى الأورام بمصر، حيث يتم بموجبها إنشاء وحدة ممارسة متكاملة للعلاج مرضى الأورام بالتعاون مع هيئات ومؤسسات دوائية مرموقة، وذلك في ضوء تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم رعاية صحية ذات جودة عالمية وتطوير خدمات علاج الأورام في مصر. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني لحضراتكم. النهاردة احنا بنحتفل جميعا بيوم الطبيب المصري في رسالة واضحة وتأكيد لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعنصر البشري اللي بيعمل في قطاع الرعاية الصحية، وعلى رأسهم طبعا الأطباء. وفي الحقيقة النهاردة أيضا سوف نشهد توقيع عدد من البروتوكولات الخاصة بتدريب الأطقم الطبية ورفع كفاءتهم بالتعاون والتنسيق مع شركاء النجاح من شركات الأدوية. والنهاردة أيضا سوف نشهد تكريم عدد من النماذج التي قدمت العديد والعديد من قصص النجاح والتضحيات من الأطباء، سواء كان من العاملين في قطاع الرعاية الصحية أو الجامعات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني. النهاردة احنا بنحتفل بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرعاية الصحية، الهدف منها هو إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج الأورام بالتعاون مع هيئات دولية مرموقة. الهدف من البرنامج ده هو تحديد رحلة المريض داخل المنظومة في هيئة الرعاية الصحية، وطبعا ده بالتعاون مع نظام التأمين الصحي الشامل الجديد. ازاي نقدر نحدد بالخبرة المصرية وبتجربتنا أماكن التحسين والتطوير اللي ممكن نشتغل عليها، وازاي كمان يبقى في خطة عمل متكاملة لوحدة الممارسة دي. الحقيقة الإنجازات اللي بيشهدها القطاع الطبي، جزء كبير منها أو العمود الفقري فيه هو أداء الأطباء. لما نشوف النهاردة الإنجازات الطبية الحديثة في كل المؤشرات التي صدرت سواء عن الإحصائيات المصرية أو العالمية، بتؤكد أن هناك إنجازات كبيرة جدا. This memorandum of understanding is to support by the Takeda, which has a rich expertise of the cancer treatment to be shared by the Asian Cancer Authority, so that variety of the cures, which are based on the Takeda's the rich expertise, will be provided to Egyptian cancer patients in a very much affordable way within the Egyptian healthcare, universal healthcare systems. يمكن احنا بصدد كمان ان احنا هندشن مذكرة تفاهم مع شركة تكيدة. المذكرة دي هيكون بصدد ان احنا ننشئ اول مركز تميز للأورام في نطاق محافظات قناة السويس. المركز التميز هو عبارة برضو عن Integrated Practice Unit، هنفعل فيه عدد من الجايد لاينز الخاصة بالعلاج المرضى السرطان، ووضع عدد من أدلة العمل الإكلينيكية. كمان على مستوى الأطباء ومستوى الممارسين الطبيين هيكون في عدد من البرامج التدريبية وعدد من مذكرات التفاهم والأفليشن مع مؤسسة الـ NHS البريطانية. أكيد بتحتفل بتوثيق شراكة حقيقية ما بينها وبين هيئة الرعاية الصحية، وده من وهدفها هو تحسين الخدمة المقدمة لمرضى الأورام في مصر، وده من خلال تدشين وحدة رعاية كاملة لمرضى الأورام في إحدى مستشفيات التأمين الصحي على معايير طبية عالمية بالتعاون مع هيئات ومؤسسات دولية وعالمية، مع إمكانية تكرار هذه الخطوة في مستشفيات أخرى في جمهورية مصر العربية. هذا البرنامج برعاية